اهلا وسهلا ومرحبا بالاصدقاء الاعزاء الشرفاء نزهة. الوغ حول ذاك السؤال فيما يتعلق باختبار اطفال السادسة ابتدائي حول السيرة الذاتية لفكاهي مغربي. طيب، اولا هذا رأيي الشخصي، ويعني في اطار تبادل الافكار والدردشة بين الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهة، يعني مجرد رأي. فوالا، انا كنشوف بان الاطفال يجب تلقينهم ان الاستراحه تاتي بعد العمل الجاد، والحال اننا امام امتحان ولا اختبار مصيري لدوك الاطفال السادسه ابتدائي، حيت غادي يدوزوا للثانوي الى اخره. كنمتحنوهم حول الفكاهه، والفكاهه مجرد استراحه، يعني وليس عملا جادا بذاك المفهوم. ولو ان الفكاهه راه كاين فيها ناس فكاهيين اللي كيكونوا عندهم رساله، وكتبان ديك الرساله، ولكن من بعد كتكون 30 40 عام ديال الكارير دو 30 طون ولا 40 طون، كيكون ذاك الفكاهي مخضرام وعنده يعني تجارب، وكيكون قاري، ويعني عنده واحد الموهبه ديال السيكولوجيا ديال المجتمع الى اخره الى اخره، ناهيك عن اغلب الاحيان هذوك كيكونوا يعني عندهم شواهد عليا الى اخره الى اخره. ومع ذلك فالاداء ديالهم كيكون في اطار الفكاهه، واللي كاين كل يعرف ديك الرساله كيفاش دايره غير دوك الناس الكبار، يعني لي زادولت. اما الاطفال ديال السادسه ابتدائي راه كيعرفوا بان يعني نورمالمون الطفل كنقولوا له خدم دابا ولا دير انجز هذا العمل ديالك، ومن بعد غادي تمشي للاستراحه. والفكاهه استراحه، والاستراحه ما كيمكنش نديروها موضوع في سميتو. والسؤال كيقول كيفاش درنا التصويره ديال داروا التصويره في ديك ورقه الاختبار والامتحان ديال داك الفكاهه الى اخره الى اخره. والاطفال معروفين انهم كيعقلوا على بعض الامور في داك السن، يعني ملي كتقدم لهم واحد كقدوه راه كيعقلوا عليه. بحال اللي مثلا واخا نجيو لهمد. طيب، هذه من جهه. النقطه الثانيه اللي كتبان لي انا، وماشي غير انا اللي بانت لي، يعني بزاف الناس اللي يهضروا في هذه القضيه هذه، يعني حتى الا كان لابد من موضوع الفكاهه يكون في الاختبار كاع، فلماذا وقع الاختيار على هذا الفكاهي دون اخرين؟ علما ان ربما كاين ناس الفكاهه اللي قدام عليه وعندهم تجربه طويله في هذا الميدان الى اخره الى اخره، بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هادشي لا كان ضروري من الفكاهه في الامتحان، الله اعلم. شتي هاد القضيه دي بين قوسين، قضيه الفكاهه داك ليمور كنعالجوا به بزاف الامور، حتى الا كان غيكون موضوع يكون في الدكتوراه، حيت الطلبه ديال الدكتوراه كيعرفوا الرساله ديال الفكاهه وكيفاش كتكون، وراه علم حتى هو، ماشي الاطفال ديال الابتدائي، حيت الاطفال الابتدائي كنعطيهم غير القدوات، القدوات اللي كيخصهم يكونوا، يعني كنجيبوا لهم واحد يعني اللي كنقول السيره الذاتيه ديالو حيت كيكون نجح، يعني قرا مزيان ونجح الى اخره الى اخره. واخا، يعني فهل هاد الفكاهي اللي اختاروه هاد المسؤولين على التعليم، هل هو افضلهم؟ يعني هل هو فعلا افضلهم؟ هو هذا سؤال مهم. ولكن الراي ديالي ان اختبار التلامذ في موضوع ولا السيره الذاتيه ديال الفكاهي كانت يعني مساله غير موفقه، هذا الراي ديالي الشخصي، حيت التلامذ خصنا نعطيو لهم القدوه في شكل اخر ماشي هكذا. واخا، النقطة الثالثة، يعني أن الأطفال الصغار خصنا نعطيهم قدوات ونجرهم يهتموا بناس اللي يعني غادي يفيدوهم، المسار ديالهم غادي يفيد هذوك الدراري منين يكبروا إلى آخره. بحال دابا كان ممكن يديروا لهم السيرة الذاتية ديال أينشتاين، واخا ماشي مغربي مثلا، ولا المهدي منجرة مثلا، احمد بوكماخ مول سلسله اقرا، اللي قراو في ديك السلسله ديال اقرا
راهم ناس وصلوا فعلا ومتزنين والناس التعليم كيعرفوا هادشي هذا. أولا اليزامي المخترع المغربي الكبير مثلا، نديروا السيرة الذاتية ديالو لأنه دار إنجازات في الخارج في أمريكا في كذا وفي كذا، وصنع بطارية، وناس بحالهم ما عرفتش أنا، ناس التعليم كيعرفوا هادشي، ولا ابن مقفع كاع، ومنها نقولوا لهم هذا سميتو حسن معاملة الحيوانات الأليفة مثلا. طفل صغير كيتعلم المسؤولية ملي كيربي شي فكيرين ولا شي قطيطة ولا شي كليب. ابن المقفع وما أدراك ابن المقفع، ولكن الرسائل ديال هذا كان كتوصل للكبير والصغير. دير السيرة الذاتية ديال ابن المقفع وعطي له منها غير داكشي اللي كيناسب الطفل الصغير، ولكن على الأقل في الدين ديالو كتبقى له واحد السمية اللي عندها معنى. وكاين كثير من الأسماء سواء من المعاصرين أو من الذين رحلوا عنا من هذه الدنيا فاستراحوا. إيوا هذا ما كان. ودابا أنا قلت هذه الكلمة الرأي ديالي، ولكن كي خصني نسالي بشي نبرة ديال التفاؤل. أنا هكا كندير ملي كنكتب شي مقال ولا شي حاجة، واخا كنكون يعني كننتقد فيه بعض المرات بشدة، ولكن ضروري ما كان ديك نافذة الأمل كي تفتح. لكن صعيب صعيب صعيب، حيت عرفتي التعليم هو أهم شيء أهم شيء. المهم يلا نبقاو متفائلين وصافي. هذا هو يعني الرأي ديالي بكل صراحة. أنا يعني هذاك الاختبار اللي داروا الدراري حول السيرة الذاتية ديال داك الفكاهي ما كانش موفق. كاين كاع اللي قالوا راه غير حيت الاسم ديالو تناسب مع شي مرحلة، ولا ما نعرفت ما لا أظن داكشي باش داروا لهم تما باش كذا ما كذا. المهم نبقاو متفائلين وهذا ما كان. الله. وتحياتي إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهة. بلاتي استسمح، بقى واحد السؤال ديال واحد من الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهة اللي كيتسأل كيقول لك هل يعني اختيار هذاك الفكاهي في واحد الشأن عظيم اللي هو اختبار رسمي ديال الأطفال ديال السادس ابتدائي، هل يشكل يعني كونه مجرد فكاهي إلى آخره إلى آخره. المهم الله يرحم ضعفنا، حتى واحد ما أحسن من الآخر، ولكن المهم سؤالها كيفاش داير. قال لك هل ذلك يشكل إحباطا عظيما للمثقفين المغاربة وخاصة المعاصرين بطبيعة الحال. سؤال هذا كي غنجاوبو هو الصديق العزيز يلح، قال لك لا جاوب. ونجاوب هو معلوم إحباط. على شنو إحباط؟ بطبيعة الحال غير كان غير كيكون إحباط بالنسبة للإنسان يعني، ولكن مثقف ما كيتحبطش حيت عارف لأن المهمة ديالو صعيبة. المثقفين ما كيحبطهم حتى واحد يعني، ماشي الآخر اللي غيعطيه القيمة. المثقف هكا الطبيعة ديالو، إلا كان فغيمون مثقف كنظن المثقفين ما خصهمش يتحبطوا. ماشي مشكل، اللي كيهم وهو أن كيفاش دوك الوليدات الصغار بغيناهم يكونوا في المستقبل، وشنو غنقلوا لهم كدروس ولا كمواد في امتحان باش يكونوا في واحد الشكل في المستقبل كيف اللي بغينا وليداتنا كلهم في المغرب. هذا هو المهم. المثقف اللي كيضروا بصفة عامة والله أعلم، سولوهم المثقفون، أنا غير كنقول ربما اللي غادي يضرهم مثلا هو أنه مثلا أمور التعليم ما تكونش على ما يرام. هذه مسألة كدير لهم إحباط. إحباط ما كيتعلقش بهم هما، ولكن يتعلق بمستقبل الأجيال. هذا هو. دونك نعم ولا في نفس الوقت، ولكن لا أظن المثقفين ما يتحبطوش في هذه القضية هذه، غير وكان هما حيت العمل ديالهم أساسا كيكون من أجل تحسين وضعية البلاد، كل واحد في اختصاصات ديالو.
يعني في المجال اللي كيعمل فيه كذا. وهذا ما كان وصفي، تحياتي.